السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم تانية ثانوي الوحدة الخامسة الدرس التالت والرابع. هنحل جرامر والفوكاب من صفحة 220 ل 232. انتظرونا. صفحة 220. واحد، unfortunately لسوء الحظ most kids are now، الاطفال ايه معظمهم دلوقتي. نقط، to surfing لتصفح النت and games والالعاب، الاطفال مدمنين تصفح النت والالعاب addicted. دي معناها ايه؟ يصور، مصوره يعني، وديت يمكن تجنبه ودي متاح. اتنين، مانديلا became a وان، اصبح مانديلا نقط of the struggle، النضال for human rights لحقوق الانسان في افريقيا والعالم كله، اصبح رمز للكفاح ده، يبقى سيمبل. دي معناها حاله. رقم تلاتة، at the family party في حفلة العائلة my uncle a former sailor يعني بحار ايه سابق، عمي not us with exciting stories بقصص ايه شيقة of his adventures في مغامراته في البحر، يبقى سلنا بالقصص ديت، يبقى الإجابة entertained. دي معناها غرسة أو زرعة، ودي ضيقة، ودي ايه غادرة. أربعة، the world economic، economic يعني اقتصادي، حاجة اقتصادية خاصة بالعالم. نقط، is held in Davos، يعقد في ديفوس at the end of، في نهاية شهر يناير every year كل سنة، اللي هو ايه المنتدى الاقتصادي العالمي فورم، منتدى ديفوس. دي معناها بطولة رياضية، دي سباق. خمسة، it's the parents job، دي وظيفة الايه الآباء، مهمة الآباء to train children، ان هم يدربوا ايه الاطفال in acceptable standards على مستويات ايه مقبولة من behavior السلوك. دي معناها محاضرة، دي ثقافة، ودي معناها تكرار. ستة، the ministry of education، وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم has set up، انشأت a special خاص نقط for online learning للتعلم ايه عبر الانترنت and communication والتواصل between the teacher، ما بين المدرس والطالب، أنشأت منصة خاصة بكده، يا بلاتفورم، منصة. دي معناها رصيف شارع، وديت ايه مرفق أو تسهيل. رقم سبعة، the actress، الممثلة complained that، اشتكت ان ايه the photographs taken without her approval، الصور اتاخدت بدون ايه بدون موافقتها، were an invasion، هو انتهاك of her، انتهاك لإيه؟ لخصوصيتها، privacy، ولها نطق تاني privacy. دي معناها إيه؟ شهرة. تمانية، the oil company، شركة البترول is known for، مشهورة بإيه بقى؟ being the نقط pretty well، إنها بتدفع إيه كويس لمين؟ للموظفين اللي عندها employees، لكن دي لصوص، ودي أصحاب العمل، ودي طاقم أطقم. تسعة، the secretary، السكرتير asked the head teacher، سأل المدير، مدير المدرسة how many students، كم عدد الطلاب have نقط for English summer classes، إيه عملوا ايه بالنسبة للحصص الصيفية ايه خاصة بالمادة اللغة الإنجليزية، كم عدد الطلاب اللي سجلوا في كده registered، سجل. دي معناها استقال، ودي تقاعدة، ودي ايه عالجة أو عاملة. عشرة، five Egyptian female players، يعني خمس لاعبات مصريات، are now الآن نقط in the top 10 squash players، في العشرة الايه العشرة اللي هم أهم عشر لاعبين في لعبة الاسكواش في العالم، يبقى ايه وضعوا في الترتيب ده، يبقى الإجابة رانكد، يوضع في ترتيب أهم عشر ايه لاعبين، صنفوا يعني. دي معناها متدرج، ودي معناها تقاعدة، ودي معناها قسم. صفحة 222. رقم واحد، she got fired from her first job، يعني فصلت من وظيفتها الأولانية عشان ايه بتتأخر. المهم، the antonym، المضاد للفعل ايه يفصل، يبقى ايه يوظف employ. دي معناها بقى ايه طرد، نهب، أو كيس. دي معناها يطرد، ودي معناها يتقدم أو ايه يطبق، تقدم ديت الوظيفة يعني، أو طلب، يقدم طلب. اتنين، I am sorry، أنا آسف، I didn't not attention to، يعني لم إيه أهتم أو ينتبه، ناخدينها طبعا ب attention to، لم أهتم بإيه what the presenter، ما مقدم البرنامج سيدي قاله عن الطقس، ما اهتمش بإيه بالكلام ده أو إيه لم أنتبه ليه،
ده معناه يدفع وده معناها يكلف. رقم 3، the book is divided نقط 6 sections إلى 6 أقسام، الكتاب يقسم إلى divided into، كل واحد فيهم 20 صفحة. 4، all rules كل القواعد كل القوانين are not to ensure عشان نضمن that all games إن كل الألعاب are fair for everyone تكون عادلة لكل الإيه لكل الناس، يعني كل القواعد يبقى يتم إعدادها لكده، يعني يبقى are made. رقم 5، مع short دي بنقول إيه in short باختصار، مش محتاجة حاجة بقى. رقم 6، I am keen to keep in close not with you on this subject معناها أنا متحمس إن أنا إيه أبقى على اتصال معك، keep in contact with you يبقى على اتصال إيه معه، keep in contact with me خليك على اتصال إيه معي. صفحة 223 مديني جملة هنا بيهمني كلمة إيه the synonym المرادف لكلمة similar يعني إيه مشابه، يعني كلمة تساويها تبقى alike، لكن دي معناها ايه مندوب او ايه ممثل، ودي معناها متحير. طبعا الجملة معناها ايه ان البيتين متشابهين في الايه في الحجم بس مختلفين في الستايل بتاعهم. 8، مديني جملة برضك اللي يهمني the noun الاسم من الفعل criticize يعني انتقد، هتبقى الاجابة سي criticism ده الاسم منها انتقاد، لكن دي صفة معناها انتقادي ودي فاعل ودي فاعل. رقم 9، في جملة بردك هنا the verb الفعل entertain يعني يسلي is the opposite هو عكس ايه يسلي عكسها يضايق annoy. رقم 10، بيقول هنا the lawyer المحامي represented the criminal مثل الايه المجرم at court في الايه في المحكمة. the verb represent يعني يمثل is similar يعني مشابهة في المعنى لكلمة ايه speak for تحدث عن. صفحة 224، 1، our geography teacher مدرسنا لمادة الجغرافيا explained فسر ان ايه that each color ان كل لون on the map على الخريطة نقط a different area منطقة مختلفة، كل لون يمثل منطقة مختلفة تبقى represents. رقم 2، there was a small raised نقط يعني يوجد حاجة صغيرة كده مرتفعة نقط at one end of the meeting room في إحدى أطراف حجرة الاجتماع for the speaker للمتحدث اللي هيتكلم يعني to stand on عشان يقف عليه، هيوجد إيه بقى؟ هيوجد منصة بلاتفورم منصة منصة مرتفعة صغيرة. رقم 3، there were cars يوجد إيه؟ سيارات باركنج تركن along بطول إيه؟ نقط side of the street جانب الايه الشارع، الشارع بيبقى ليه جانبين صح كده، يبقى مثنى يبقى كل جانب لازم تاخد هنا each، طالما الكلام عن مثنى لازم نختار ايه each ما نختارش ابدا every. 4، نقط person should have a role يعني ايه المعنى المقصود، كل واحد يجب ان يكون له دور in the progress of their country في تقدم ايه بلده، المهم يعني كل هنا تبقى every والمقصود بها ايه all. 5، it would be ده هيكون ايه نقط to consult a parent انك تستشير الوالد or a teacher او المعلم if you faced a problem لو واجهت مشكلة على الانترنت، ده هيكون ايه بقى شيء عقلاني كده من العقل انك تعمل كده sensible، اما دي معناها مجنون ودي حساس وديت ايه عاجز او ضعيف. صفحة 225، رقم 1، you shouldn't add a lot of personal data لا يجب انك تضيف كثير من المعلومات الشخصية on your Facebook ايه على الفيسبوك نقط so as not to be misused لكي لا ايه يساء استخدامها بواسطة الهاكرز، يبقى ما تضيفش البيانات الشخصية دي على الايه على البروفايل اللي هو الايه الملف الشخصي الخاص بيك الملف التعريفي بتاعك على الفيس. 2، the doctor should have الطبيب يجب انه ايه نقط the risks المخاطر of the treatment العلاج to the patient للمريض before starting it قبل ما يبدأ العلاج ده، الطبيب يجب انه ايه
يشرح للمريض المخاطر دي. اكسبلين، انما دي معناه يلوح، يلوح بيده، ودي وعده. رقم ثلاثة، some people، بعض الناس، بريفير تو نوت لاينز، يفضلوا يعملوا ايه، الخطوط، when they read، لما يقرأهم، so that، لكي they can memorize، يقدروا ايه يحفظوا الايه المعلومات ديت، بيفضلوا ان هم ايه يلقوا الضوء على الايه على الخطوط دي، يعني يخططوا كده تحتيها، هايلايت او يظلل عليها بالماركر كده. المهم كلمة enlighten بمعنى ايه، تنوير او اضاءة، ودي معناها ايه، اظلمة. أربعة، the songs of some new folk singers، الأغاني بتاعت بعض المغنيين الشعبيين الجداد، are not as they contain، لأنها تحتوي على إيه الأغاني ديت، slang language، لغة عامية، فالأغاني ديت تنتقد، يبقى الإجابة criticized، تنتقد، دي يعاقب ودي يكافئ ودي يمدح. خمسة، grandmother، الجدة، not her grandchildren، من أحفادها، with her funny stories، بقصصها الايه المرحة، and exciting songs، واغانيها الشيقة، الجدة ايه سلت احفادها، يبقى entertained، دي اخرة ودي فحصة ودي ايه دربة او تدربة. رقم ستة، some experts، بعض الخبراء، believe that، يعتقدوا، children need to، الاطفال يحتاجوا ان هم ايه not things، الاشياء، for themselves، بانفسهم، in order to، يعني لكي، learn from them، عشان يتعلموا منهم، يبقى ايه الاطفال محتاجين ان هم ايه يجربوا الاشياء بانفسهم، experience، دي معناها يعالج او علاج. سبعة، the club provides a، النادي يوفر ايه، نقط، for people، للناس، who share an interest in history، اللي هم يتشاركوا اهتمام في التاريخ، النادي يوفر ايه forum، منتدى، دي معناها ندوة. تمانية، the old man said، الرجل الايه الكبير في السن، قال، that he couldn't، ان هو ايه لم يستطع، نقط، his life، حياته، without his wife، بدون زوجته، لم يستطع ان يتخيل حياته بدونها، imagine، يتخيل، دي يتقاعد ودي ايه يطالب بيه او يطلب. تسعة، Facebook has become the most important social media، الفيسبوك أصبح إيه أهم، إيه أهم منصة، بلاتفورم، أهم منصة إيه تواصل اجتماعي في أنحاء العالم. عشرة، the man says، الرجل يقول، he is unable to give up smoking، هو غير قادر على إنه إيه يقلع عن التدخين، as he is complete، لأنه إيه كلية، نقط، to it، أصبح إيه بقى مدمن، addicted، دي معناها حقق شيء يعني، وديت إيه هاجمة. 11، the police officer، ضابط الشرطة، behaved in a not way، بطريقة يتصرف بطريقة ايه، and didn't lose his self control، لم يفقد ايه تحكمه في نفسه، تصرف بطريقة sensible، عقلانية، دي معناها حسي، ودي ايه عديم الايه الاحساس. 12، there was an accident، كان في حادث، on the highway yesterday، على الطريق السريع امس، fortunately، لحسن الحظ، there were no، ما كانش فيه ايه حسن الحظ، ما كانش فيه ضحايا، victims، دي معناها باحثون، وديت ايه ناجون، ودي مخترعون. 13، the not should be informed، يجب ان ايه يتم اخبارهم، نعرفهم، about the new instructions، عن التعليمات الجديدة، and the rules، والقواعد، in the company، في الشركة، مين بقى اللي يجب يعرفوا كل ده، الموظفين، employees. 14، the company director، اللي هو ايه مدير الشركة، will be making short، سوف يقوم بايه قصير، نقط، in the meeting، في الاجتماع، هيعمل ايه عروض تقديمية قصيرة، presentations، يعني عروض تقديمية، يعني يعمل بقى ايه زي برنامج عن الباوربوينت كده، ويظهر لهم مثلا ايه المنتجات بتاع الشركة وهكذا. صفحة 226، 15، the university، الجامعة، is not number one، هي رقم واحد، in the country، في الايه في البلد، for engineering، الهندسة، هي ايه مصنفة او موضوعة في ترتيب رقم واحد، ranked، في الدولة. إيه رقم 16، في الهندسة، يعني رقم واحد في الهندسة.
16 وكان يمكنك انك ايه نقط فور ذا نيو كورس، الكورس الجديد اونلاين عبر الانترنت اور ان بيرسون او بنفسك شخصيا، يمكنك انك ايه تسجل للكورس الجديد ريجستر. دي معناها ايه يدرب شخص، ودي معناها يعكس. 17 the theme of the novel يعني ايه اللي هي قصة او الفكرة بتاعت الرواية ديت is based on the قائمة على ايه نقط of the writer للكاتب and doesn't relate to real life ولا ترتبط وليس لها صلة بالايه بالحياة الايه الواقعية الحقيقية. المهم هي فكرة القصة دي قائمة على خيال الكاتب، في هنا ذا وفي هنا اوف، يبقى لازم يجي هنا ايه اسم في النص هنا تبقى imagination خيال، اما دي صفة ودي صفة ودي فعل. رقم 18 في جملة اللي يهمنا كلمة assistance يعني ايه مساندة مساعدة، is the synonym هي المرادف لكلمة ايه support. معنى الجملة هو يمكنه فقط انه يمشي بمساندة او بمساعدة ايه العصاية العصاية بتاعته، دي معناها ايه يصدر وديت ايه تقرير. 19 the students who were on the trip يعني الطلاب اللي كانوا في الرحلة were divided اتقسموا لإيه three groups ثلاث مجموعات divided تاخد حرف الجر into according to their age وفقا لإيه أعمارهم. 20 although the mobile helps young people بالرغم إن الموبايل يساعد الشباب to not in contact إن هم يظلوا يبقوا على اتصال بإيه with their friends أصدقائهم it can waste their time ممكن يضيع وقتهم. طبعا احنا واخدين التعبير ده keep in contact with بالإجابة keep يبقى على اتصال أو يظل على اتصال إيه بيه. 21 strict rules يعني قوانين صارمة should be يجب إن هي إيه نقط to limit the increase عشان نحد من الزيادة في إيه in air pollution تلوث الجو، يعني القوانين الصارمة دي يجب إن هي تعد يبقى الإجابة ميد. 22 the teacher ordered the class المعلمة أمرت الفصل بتاعها to stop talking إن هما يتوقفوا عن الكلام and not attention ويهتموا to what she said اللي هي إيه قالته، يهتم هنا بقى إيه pay attention دي واخدينها برضه ينتبهوا. 23 my little sister أختي الصغيرة loves to share her toys بتحب تشارك اللعب بتاعتها not other children مع تشارك اللعب مع أطفال الإيه الآخرين with. 24 there is a يوجد إيه نقط between pollution بين التلوث and the death of trees وموت الأشجار، يوجد صلة يعني التلوث يسبب إيه إن الأشجار إيه يعني تفسد وتبوظ وتموت وكده، يبقى الإجابة connection صلة. طبعا في هنا a يبقى الجملة محتاجة اسم، هي ديت الايه الاسم في الاربعه دول. 25 في جمله اللي يهمنا the verb entertain الفعل يسلي is an antonym هو مضاد للفعل ايه annoy، annoy يعني يضايق، دي معناه يسلي وديت يساند او يساعد وديت ايه يؤخر. 26 unfortunately لسوء الحظ my friend has become technology صديقي اصبح ايه للتكنولوجيا he spends too much time بيقضي وقت كتير يستخدم النت حاجات غير ضرورية يبقى أصبح addicted يعني مدمن. 27 ودي التعريف بيقول هنا نقط is the state of هي حالة of being free إنك تكون إيه خالي من متحرر من from public attention من الاهتمام العام الاهتمام الجماهيري، ده تعريف إيه privacy خصوصية وزي ما قلنا لها نطق تاني privacy. 28 مستر عوني is going to سوف يعمل ايه نقط our company الشركة بتاعتنا at the upcoming conference المؤتمر القادم he will speak on behalf of the entire staff يعني هو يتحدث بالنيابة سوف يتحدث بالنيابة عن الايه عن الهيئة العاملين كلها يبقى هيمثل الشركة represent. 29 the little girl is so cute يعني البنت الصغيرة لطيفة جدا cute is the opposite in meaning هي عكس في المعنى الكلمة لطيف عكس ugly قبيح طبعا دي معناها جذاب.
30 there were كان هناك not of people من الناس standing around a TV set واقفين ايه حوالين جهاز تلفزيون watching the final match بيتفرجوا على الماتش النهائي في النادي كان في ايه كثير من الناس كثير من loads of لكن دي معناها ايه قروض صفحة 228 واحد she means to open her own shop يعني ايه معنى الجملة هي تنوي او تهدف الى انها ايه تفتح المحل الخاص بيها كلمة means هنا means تعني هتعني ايه intends تنوي اتنين the internet is an important means الانترنت ده ايه وسيلة مهمة of communication للتواصل كلمة means في الجملة دي تعني way طريقة وسيلة تلاتة after being fired بعد ما تم فصله from the company من الشركة he not nervous يبقى كان يبدو ان هو ايه عصبي كان يبدو يبقى seemed طبعا احنا عارفين ان seem بيجي بعدها ايه الصفة ادي الصفة اللي هي ايه عصبي متوتر صفحة 230 واحد my teacher معلمي نقط to be happy المقصود من الكلام ان هو ايه كان يبدو ان هو ايه سعيد بردك زي اللي قبليها كده يبقى seemed بس هنا جايبين ايه بقى تو والمصدر رقم اتنين it's blue يعني الشيء ده ايه لونه ازرق but it was ولكن كان ايه نقط to be purple معنى الكلام انه ايه كان المقصود ان يبقى لونه ارجواني يبقى الاجابة ايه was هتبقى meant يعني كان ايه المقصود ان يبقى ارجواني طلع ازرق تلاتة امال نقط to phone me last night امال ايه تتصل عليه الليلة الماضية but she didn't ولكنها ايه ما فعلتش الكلام ده يبقى كان من المفترض انها تتصل عليا الليلة الماضية عندي هنا last night بعرف انها ماضي يبقى هستبعد دي واستبعد دي خلاص supposed دي ناقصة كده في الصح تبقى ايه was supposed كان من المفترض أربعة there not to be a mistake in these figures في خطأ في هذه الايه الأرقام تبقى ايه يبدو ان في خطأ there seems فعندي هنا a mistake دي مفردة يبقى عشان كده ايه اخترنا ايه seems اللي فيها اس دي لكن دي للجامع ودي للجامع ما ينفعوش خمسة I am sorry أنا آسف I didn't not to break your vase ما كنتش إيه بقى ما كنتش قاصد اللي أنا أكسر الفازة بتاعتك يقصد تبقى مين ستة I not to look after my younger brother أعتني بأخي الصغير while my parents are away بينما والدي إيه خارج الإيه خارج المنزل يعني المهم يعني أنا ملتزم بكده أو مضطر كده يبقى من المفترض am supposed تعبر عن اضطرار او التزام يعتني باخوه سبعة do you know هل تعرف what the weather not to be like tomorrow يعني ايه الطقس هيكون ايه غدا يعني ايه من المتوقع لايه للطقس يكون غدا من المتوقع هنا is supposed من المفترض من المتوقع يكون ايه رقم تمانية I seem احنا قلنا seem هنا يجي بعدها ايه to المصدر يبقى to be يبدو ان انا اكون ايه The first student أول طالب to arrive at school today نصل للمدرسة إيه اليوم تسعة being a teacher يعني كونك إيه معلم means تعني نقط a lot of homework معناها الكلام ده إيه بقى means هنا معناها يعني يشمل إنك تصحح كثير من الواجبات تتأكد من واجبات الطلاب وكده checking يبقى هنا معناها إيه بقى معناها يشمل يجي بعدها الفعل في ing عشرة the high cost of housing التكلفة العالية للإيه للسكن للإسكان نقط that many young people كثير من الشباب can't afford to buy a house ما يقدروش إيه يشتروا إيه منزل المهم يبقى التكلفة العالية ديت للإسكان تعني الكلام ده means تعني رقم 11 Why are you outside the factory? لماذا أنت خارج المصنع دلوقتي؟ You not to be working يعني من المفترض أن تكون إيه أن أنت بتشتغل يبقى الإجابة إيه؟ Are supposed 12 This old computer الكمبيوتر القديم ده doesn't not to be working properly أنه بيشتغل بطريقة إيه سليمة يبقى لا يبدو أنه إيه يعمل بطريقة سليمة doesn't seem
مش شغال كويس. 13 I can't join you for lunch، لا يمكن ان انا ايه ابقى معاكم يعني في الغدا. I am not attend a meeting، انا احضر اجتماع in 10 minutes في خلال 10 دقائق، يعني من المفترض ان احضر اجتماع في خلال 10 دقائق، ده التزام واضطرار. am supposed to. 14 I don't know how long Han has been working on that project، انا مش عارف هاني بقاله قد ايه شغال في المشروع ده. but it not like weeks، بس يبدو انها ايه بقاله شغال بقاله اسابيع. يعني احنا عندنا هنا ايه في لايك يجي معاها يجي معاها سيم، يبقى سيم لايك اجابه سيمز. صفحه 231 15 these shoes الحذاء ده don't not to fit، انه ايه يناسب او على المقاس. they are a little small، ده هي ايه ده هو الحذاء ده صغير قليلا، يبقى لا يبدو ان هو ايه يناسب او لا يبدو انه على المقاس، يبقى الاجابه سيم. 16 فاكتورز المصانع are not to employ، انها توظف a lot of people الكثير من الايه الناس and satisfy our needs وات ايه ترضي احتياجاتنا، يبقى المصانع ها are meant to يعني الغرض منها، الغرض منها انها توظف. 17 Egyptian students الطلاب المصريين not to study day and night يذاكروا ليل ونهار to get the full mark عشان يحصلوا على الدرجة الايه النهائية، يبقى من المفترض يبقى هم مضطرين لكده يلتزموا بكده are supposed انهم يذاكروا ليل ونهار. 18 هي نقط لايك، احنا قلنا لايك بقى بيجي معاها ايه سهلة كده seemed، يبدو انه مثل ايه ان هو ايه شكله باين عليه an honest person شخص امين. but then ولكن بعد ذلك we found out he wasn't اكتشفنا العكس. 19 don't wait for me ما تستنانيش I not to visit my uncle in hospital انا هزور مين، انا من المفترض ان ازور عمي في المستشفى after school بعد المدرسة، ودي ايه ترتيبات انا مرتب لكده am supposed. هنحفظ بقى الفرق ما بينهم هتبقى سهلة بقى تعتمد على المعنى وتركيبة الجملة. 20 life in سيوة الحياة في سيوة will probably سوف تكون ايه من المحتمل نقط a little strange غريبة ايه قليلا to you at first لك ايه في الاول but you will get used to it بس هتتعود عليها، يبقى ايه سوف من المحتمل تبدو انها غريبة بالنسبة لك تبدو، يبقى سين. 21 هي نقط to like انه يحب the new t-shirt التيشيرت الجديد it isn't fashionable انه ليس على الموضة، يبقى يبدو انه ايه ما عجبوش الايه القميص الجديد يبقى doesn't seem لا يبدو انه عجبه. 22 I am not to tidy my room ان انا ارتب حجرتي before I start studying قبل ما ابدا ايه ان انا اذاكر، ببقى من المفروض ان انا ايه يبقى مضطر كده ان انا ارتبها قبل ما اذاكر am supposed. 23 هي نقط to be absent minded يعني ايه يعني معناها غائب الذهن يعني شارد كده مش مركز. he didn't see the car ما شافش السيارة coming towards him وهي جاية ايه ناحيته، يبقى بدا ان هو ايه كان غائب الذهن، هتبقى الاجابة seemed. كله مركز على المعنى. 24 هي نقط have read many books ارى كتب كتير he's really knowledgeable يعني هو ايه حقيقة واسع المعرفة، يبقى يبدو ان هو قرأ كتب كتير ده هو كده باين عليه انه واسع المعرفة، يبقى الاجابة seems to. 25 the factory المصنع not to provide work opportunities يعني فرص عمل يوفر فرص عمل for more than اكتر من ايه 200 شخص، يبقى المصنع ده ايه كان الغرض منه كده يعني is meant المقصود منه. 26 مديني جملة بيقول people aren't supposed to get on the train يعني الناس ليس من المفترض ان هم ايه يركبوا القطار without a ticket بدون تذكرة، يعني معنى الجملة ان ايه غير مسموح لهم ان يركبوا بدون ايه تذكرة this means. الجملة بقى اللي تساويها في المعنى هي be it's against the law يعني هذا ضد القانون to get on the train ركوب القطار بدون تذكرة without a ticket. صفحة 232 رقم 27 بيقول لي هنا one of the following احدى الجمل اللي جاية ديت
is grammatically incorrect خاطئة. الخاطئة هنا هتبقى be، وهنقول ليه هنا عشان ايه الفعل seem ده محطوط هنا في الايه المضارع المستمر، تمام؟ الفعل seem ده لا يوضع في الاستمرار. 28 one answer جملة واحدة is grammatically correct هي ايه الصحيحة هنا في دولت، الصحيحة في دول هتبقى be. طيب ايه الخطأ ليه؟ هنا في سيم ده مضارع تمام، وهنا في ماضي المفروض دي ايه دي مضارع يبقى دي مضارع، او دي ماضي يبقى دي ماضي. سي المفروض هنا في بعد وي ورنت، بمعنى ايه ما كانش المفروض ان احنا ايه نقطعك وانت ايه نائم، قطع النوم بتاعك يعني. دي الخطأ هنا في ماضي هنا برضك نفس الكلام، وهنا في ايه مضارع المفروض دي ماضي يبقى ديت تكون ماضية كمان، يبقى الإجابة بتاعتنا بي. 29 one answer إجابة واحدة للفراغ ده مالها بقى is grammatically incorrect خاطئة، يعني في ثلاثة صح وواحدة هي الخاطئة اللي احنا عايزين نختارها هي دي. هنقول ليه بقى هاز هنا المفروض هنا seems يبقى المفروض هاز دي تبقى ايه to have. 30 بيقول هنا my uncle's new car سيارة ايه عمي الجديدة، طب احنا عايزين نختار ايه هنا، هنختار incorrect الخاطئة هتبقى الاجابة ايه دي، زي ما قلنا في المثال اللي قبل كده ان الفعل السيم لا يوضع في الاستمرار، هو هنا موجود في الايه في زمن المضارع المستمر. 31 these tablets هنا مقصود بيها الاقراص دواء يعني، نقط be good for the nervous بيكون ايه مفيد للايه للاعصاب، and sleeplessness بمعنى الارق مفيد للاعصاب والايه والارق، يبقى الاجابه ايه تبدو seem to. 32 وات نقط to do to improve your English يعني ايه بقى ماذا تنوي انك ايه تعمله عشان تحسن الانجليزي بتاعك، هتبقى الاجابه do you mean، لكن do you seem يعني تبدو، وديت are you meant الغرض من كذا، ودي مش على هيئة ايه مش على هيئة سؤال. 33 what's احمد's problem ما مشكلة احمد I don't know وانا مش عارف، بيأكد كده على ان ايه غير متأكد من الحاجة، but he not angry ولكن يبدو انه ايه غاضب، يبدو طبعا تبقى ايه seems to be، احنا قلنا برتك اللي يسيم دي تعبر عن ايه ان الانسان ايه بيقول يبدو على شيء او شخص مش متأكد من الكلام اللي هو بيقوله. 34 the children have been playing for an hour now بقالهم ساعة بيلعبوا الاطفال لحد دلوقتي، they not a wonderful time يبقى يبدو ان هم ايه بيقضوا وقت حلو، يبقى الاجابة سي. 35 you weren't supposed to do that يعني ايه بقى المعنى المقصود، ما كانش من المفترض انك تفعل ذلك يعني ما كانش يجب انك تفعل ذلك، يبقى مين زي تعني هتبقى الإجابة سي shouldn't have done it ما كانش يجب انك تفعل ذلك، بس العكس هو اللي حصل ان هو عمل ايه الكلام ده يعني التصرف ده يعني. وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.